وللمزيد تنضم إلينا رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بداية وبعد التحية أستاذة رحمة حسن، كيف تقيمين هذا المشهد الانتخابي في جميع دول العالم ومشاركة المصريين؟ أسر مصرية تحركت بالأعلام من مدن ومحافظات بعيدة للمشاركة في هذا العرس الانتخابي. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. بالفعل في كثافة انتخابية كبيرة منذ مساء يوم الخميس، وده كان بداية فتح أبواب السفارات بالخارج في دولة نيوزيلندا، والتي استقبلت العديد من المصريين بمظهر احتفالي بيعبر عن الشخصية المصرية. شهدنا وجود العديد من الفئات، سواء من المرأة، الشباب، الأسر كاملة زي ما حضرتك تفضلتي. من المتوقع والمؤشرات الأولية بتقول إن هيبقى في نسبة مشاركة أكبر من السنوات السابقة، فإحنا شهدنا أكبر مشاركة من المصريين بالخارج في انتخابات 2014 بحوالي 318 ألف صوت، وده نتيجة إن كان الفترة التي كان يسبقها فترة حكم الإخوان، وبالتالي الشعب المصري في أوقات التحديات وأوقات الأزمات بيقف بجانب دولته وبيحافظ على الدولة المصرية وأركانها. وكان وجد إن الدولة المصرية بتختطف من جماعة الإخوان، فكان جزما عليه إنه يقف أمام هذا التوجه في الحفاظ على أركان الدولة المصرية. كمان الفترة دي بيسبقها الحديث حول القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وكيف حاول الاستيطان الإسرائيلي تهجير السكان قسريا، والحديث حول تهجيرهم إلى سيناء، وبالتالي نزول الشعب المصري في تظاهرات تأييد للقرار المصري بمنع تهجير الفلسطينيين ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وتأييدهم في كذلك أمام السفارات المصرية بالخارج لهذا القرار، قد دفع العديد من المصريين الآن إلى التوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للحفاظ على الأراضي المصرية والحفاظ على استقرار الدولة المصرية والعمل على استمرار في قضايا التنمية. نعم، إلى أي مدى هذا المشهد الذي حدث أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة كان موقف مصر شامخ وواضح، يعني وكان يعني مثل ما قال الرئيس السيسي دوما، نحن في زمن نتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف. الغرب تعامل مع مصر بأن لها موقف حاسم، موقف شامخ من القضية الفلسطينية، إنها مع الحق. هل تأثير هذا المشهد وما تحدثت عنه وسائل الغربية، وسائل الإعلام الغربية، عن دور المصري ودور الرئيس آنذاك، هل أثر بشكل أو بآخر على الشعور بالمسؤولية لدى الناخب والمصريين بالخارج؟ بالفعل يا فندم، هو الدولة المصرية قامت باتخاذ مواقف في الجانب الإنساني والجانب السياسي أيضا، فقام الرئيس السيسي بحشد دولي لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح، ولم يتم إغلاقه حتى الآن لإيصال هذه المساعدات بشكل دائم. وكمان احنا لقينا إن الدولة المصرية قدمت حوالي 80% من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، وبالتالي الموقف الإنساني والموقف السياسي عمل على تغير توجهات العديد من الدول، وده اللي لقيناه في كلمة الرئيس جو بايدن وحديثه عن منع تهجير القطري، وبالتالي الدور الفعال للدولة المصرية. وده نتج كمان من وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحالية في قراراتها، وده أثر على التوجه العام والتوجه الدولي في التأكيد على الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. فالدور المصري الفعال بدعم من الشعب المصري أثر على الآراء الدولية والحشد الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي إن المشاركة الحالية بتعكس أيضا استمرار الشعب المصري في الخلف وراء في الوقوف خلف الدولة المصرية بشكل عام. كمان احنا بنشاهد ان الحالة الانتخابية الحالية بتقدم 4 مرشحين، ممكن لأي حد يختار بينهم
بشكل نزيه وبشفافية تامة، ده وفقا للضوابط اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات اللي حددت ضوابط واشتراطات لم يتم حتى خرقها. يعني كان هناك حديث من جانب المستشار أحمد البندري في المؤتمر الصحفي بأنه لم يتم خرق أي تجاوزات، وتم الالتزام من جانب المرشحين الأربعة بضوابط الدعاية الانتخابية في مقر السفارات. بالظبط يا فندم، هو احنا كمان لان بيبقى في بيان ومتابعه دوريه من الهيئه الوطنيه للانتخابات على مدار الساعه، سواء بالتواصل مع السفارات والجاليات المصريه، وكذلك الدعم اللي بتقدمه وزاره الهجره بالتواصل مع الجاليات المصريه في الخارج بشكل دائم ومستمر، وتدشين غرفه مركزيه على مدار 24 ساعه ساعدت في التواصل الدائم والفعال ومتابعه كافه الامور والعمل على تسهيل كافة الإجراءات والأمور. حتى احنا لقينا ان في آخر بيان كان منزله الهيئة الوطنية للانتخابات كان بتتحدث عن متابعة أحد المرشحين وحديثهم حول وجود لافتات أو ما إلى ذلك، والتأكد من السفارات المصرية في الخارج بعدم وجود أي خروج أمنية أي خروج للعملية الانتخابية حتى هذه اللحظة، وهو ما أثنى عليه أيضا المرشح الذي تحدث عن هذا الأمر فيما بعد. نعم، الحقيقه احنا كان منذ قليل معنا عبر تقنيه الزوم الاستاذ احمد علي حسن عضو الجاليه المصريه في السعوديه، وشاهدنا خلفه يا استاذه رحمه يعني ازدحام كبير جدا في مقر السفاره، رغم ان يعني عمليه الادلاء بالتصويت يعني لا تاخذ ولا تستغرق ثلاث دقائق. كنا نعول اليوم أكثر على المدن الأوروبية، وهناك ضغط شعبي في المدن الأوروبية للتصويت، علما بأن اليوم هو إجازة أسبوعية، ولكن أن نشاهد ذلك في يوم عمل رسمي في الدول العربية وفي كتلة تصويتية كبيرة مثل السعودية، وأنهم يأتوا من أماكن بعيدة، وحضرتك عارفة طبعا يعني نسبة البعد بين كل محافظة وأخرى، كيف تقرأين ذلك؟ هو بالفعل هي المملكة العربية السعودية بتشهد وجود أكبر قدر من الجاليات المصرية بالخارج، وخاصة بين الدول العربية بشكل عام، وبالتالي كذلك هناك بعض المدن البعيدة. كمان طبيعة الناخب المصري وطبيعة الإدلاء في اللحظة الأخيرة، فالنهاردة اليوم الأخير، فلم يستثنى المصريين من الخارج موقفهم في هذا الأمر وينزلوا بمظهر احتفالي بشكل رائع ومستمر. كمان احنا شاهدنا ان المملكه العربيه السعوديه وخاصه السفاره في الرياض كانت من اعلى نسب التصويت خلال السنوات الماضيه، وبالتالي فان الناخب في المملكه السعوديه هو يعي اهميه دوره واستمرار تواجده. كمان احنا شاهدنا في الدول الاوروبيه ان بالرغم من الطقس السيء وتساقط السلوك، نعم بالظبط يا فندم، وتساقط السلوك، إلى أننا لقينا كبار السن والسيدات والأطفال في مشهد احتفالي يتوجهون إلى المقر الانتخابية، وده أمر سينعكس على نسبة أو مؤشرات التصويت الأخيرة. نعم، تصدر الشباب بقوة في انتخابات الرئاسية 2024، هل هذا يعني بأن وزارة الهجرة يعني متمثلة في المبادرات المتعددة، هل نجحت في مد جسور التواصل مع أبنائها في الخارج عبر الكثير من المبادرات، ليس فقط مبادرة شارك بصوتك، ولكن كان هناك الكثير من المبادرات وزيارات لمصر لربطهم بوطنهم الأم؟ أتفق مع حضرتك تماما، فعلى مدار العشر سنوات الماضية اهتمت الدولة المصرية بشكل خاص بأبنائها من الجاليات المصرية في الخارج، فتم تدشين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عام 2015 للتواصل وبناء الجسور، كذلك مبادرة العودة للجذور هي المبادرة الأساسية التي اعتمدتها الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة في ربط الجيل الثاني والثالث بالدولة الأم الدولة المصرية، سواء من الناحية الثقافية التاريخية الحضرية، وكذلك ربطهم بالأمن القومي المصري وزيادة وعيهم وثقافتهم. كمان هناك 8 مقاعد برلمانية للمصريين بالخارج في المجالس التشريعية المصرية، ده للتعبير عن آرائهم والتعبير عن متطلباتهم، وده انعكس على العديد من المبادرات الأخرى والعديد من المؤتمرات الأخرى زي مؤتمر مصر تستطيع اللي بتستفيد مصر بعقول أبنائها من المصريين بالخارج، سواء مشاركة بأفكار مقترحات وغيرها. نعم، كذلك
كذلك زي ما حضرتك تفضلتي ان كان في جولات مختلفه للسفير سوها جندي وزيره الهجره للدول الاوروبيه وعدد من الدول، والالتقاء المباشر مع الجاليات المصريه خلال حمله شارك بصوتك، وكان في لقاءات مباشره بتحس فيها المصريين على المشاركه بشكل عام والتصدي لكافه الشائعات التي قد تحول دون ربط الدوله المصريه بابنائها او قد تحاول الوقيعه بين ابنائها، وهذا ما تصدت له وزاره الهجره بالفعل. نعم، قراءة في برامج المرشحين الأربعة وتواجدهم على الأرض، هل نجحوا بسهولة ويسر الوصول بشكل متوازن ومتكافئ للمصريين في الخارج؟ هو بالفعل كان في حيادية من الأجهزة أو مؤسسات الدولة الرسمية في التعامل مع كافة المرشحين الأربعة، وكذلك وسائل الإعلام أيضا أتاحت لهم الفرصة في التواجد بشكل كامل بالتعاون مع شركة المتحدة التي أتاحت 100 دقيقة لكل مرشح بشكل نعم. بالظبط يا فندم، بشكل متساوي وعادل. كذلك شهدنا قبل بدء العملية الانتخابية وجود المرشحين بشكل كامل على قنوات التلفزيون المختلفة، وكذلك من خلال مواقعهم الإلكترونية العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ولكن شوهد خلال فترة التصويت الحالي هو نشاط ملحوظ لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنة بالحملات الأخرى، وده نتيجة وجود عدد من الأحزاب المؤيدة أو الأحزاب الكبرى زي حزب مستقبل وطن، حزب حماية وطن، حزب تحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب لوحده. ده كان ليهم تفاعل، وكذلك التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج بشكل مستمر. كمان الحملات الأربعة عملت غرف مركزية لمتابعة العملية الانتخابية وعملية التصويت المختلفة على مدار 24 ساعة. حملة المرشح فريد زهران هو مرشح عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبؤيده حزب العدل. نعم. قامت من خلال مندوبيها في 25 دولة بمتابعة العملية الانتخابية، وكذلك المرشح عبد السند يمامة. وهؤلاء المرشحين رصدوا بعض المصوتين لهم بشكل فردي وقاموا بنشر ذلك على صفحاتهم، وكذلك المرشح حازم عمر الذي كان يتابع العملية الانتخابية من خلال الغرفة المركزية. ونتيجة الصمت الانتخابي في الخارج عملت هذه الحملات على التواصل في الداخل من خلال القيام بعدد من المؤتمرات الشعبية والتواصل مع الجمهور بشكل شخصي. نعم، يعني البعض تحدث عن عدم وصول يعني البرامج الخاصة ببعض المرشحين بطريقة يعني سلسة وواضحة لدى البعض، ولكن إذا راقبنا المشهد السياسي نلاحظ أن يعني تجربة وجود مرشحين غير معلومين للشعب المصري أو للعامة نتيجة أنهم يعني ليس لهم علاقة بوسائل الإعلام، هذا موجود في العالم. فكان زيلنسكي على سبيل المثال هو يعني ممثل أو يعني يعمل في الدراما والتمثيل، وأيضا يعني ترامب كان رجل أعمال. إذن هل تعولين على يعني من هو الشخص أو المرشح أم بالبرنامج الذي يقدمه والعمل من خلال يعني حملته الانتخابية للوصول لجميع المصريين بجميع فئاتهم في الداخل والخارج؟ هو احنا ممكن بنوصف ان المرشح السيسي هو المرشح الاوفر حظا نتيجه تعرف الناخب المصري على ما قام به في خلال السنوات الماضيه والسنوات القادمه، لان المرشحين الثلاثه على نفس المستوى التنافسي من خلال عرضهم لبرامجهم المختلفة من خلال المحاور الثلاثة. كذلك قاموا بنشر هذه البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختصر نوعا ما، وكذلك من خلال الفيديوهات الشخصية التي قاموا بها لعرض برامجهم نعم. الانتخابية بشكل موضح وبشكل كامل. إلا أن الحالة الحالية والوضع الراهن والصور التي تظهر لنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البرامج التلفزيونية التي ترصد توجهات الناخبين وحديثهم عن تأييدهم للقيادة السياسية الحالية، فالمؤشرات الأولية بتوحي بأن المرشح السيسي هو المرشح الأوفر حظا والأكثر
قبولا لدى الشارع المصري واكثر تأييدا سواء في الداخل او في الخارج. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذه رحمه حسن الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.